أهلا بكم. لطالما صعدت أوكرانيا من حدة اتهاماتها لإيران بتورطها في الحرب المشتعلة على أراضيها، وعلى الرغم من نفي إيران المتكرر إلا أن هذه الاتهامات فتحت عيون الغرب الذي بدأ يدرس فرض عقوبات على طهران في حال ثبوت صحة الاتهامات الأوكرانية. فما القصة اليوم؟ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إن الاتحاد يبحث عن دليل ملموس على تورط إيران بالحرب في أوكرانيا عن طريق تزويد روسيا بطائرات مسيرة ويستخدمها الجيش الروسي في قصف المدن الأوكرانية. تقول أوكرانيا إن عدد الطائرات المسيرة وصل إلى 2400 طائرة. مسألة العقوبات الأوروبية لم تقتصر على التلويح فقط، بل إن الاتحاد الأوروبي قام اليوم بالفعل بفرض عقوبات على مؤسسات ومسؤولين إيرانيين بسبب حملة قمع الاحتجاجات المستمرة لأكثر من شهر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في إيران، لتنضم بذلك بروكسل إلى واشنطن التي سبق أن قامت بفرض عقوبات على خلفية نفس الموضوع. في المقابل لم يتأخر الرد الإيراني، فطهران تقول إن موقف الدول الغربية يعتبر تدخلا في الشؤون الإيرانية الداخلية، مشيرة أن هذه الدول ليس لديها الصلاحية للحديث في مثل هذه المواضيع بحسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي أشار أيضا إلى أن طهران سترد على الدول الغربية بالمثل. أما فيما يتعلق بمسألة تزويد روسيا بالمسيرات، فطهران تستمر بنفيها وتقول إنها لم ولن ترسل أي سلاح إلى الأطراف المتصارعة في الحرب الأوكرانية، ووصفت عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران بالتصرف غير البناء. أما الموقف الأمريكي من كل ما يحدث فتلخص بتصريحات من البيت الأبيض ذكرت أن إيران غير صادقة بنفيها عدم إرسال مسيرات إلى روسيا، وأن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية. ملف كبير نفتحه ونستمع بداية إلى الموقف الأوروبي على لسان مسؤول السياسية الخارجية جوزيف بوريل بشأن المسيرات الإيرانية التي تستعملها روسيا في أوكرانيا. About the participation that Iran is strongly, on the strongest possible term, they deny. Well, let's see. Let's see which is the information. Kuleva will participate in the meeting. But the sanctions today are related with the repression against the demonstrators as consequences of the attack of Ms. Arini. This package of sanctions has been discussed and prepared, and I'm sure will be adopted. On the issue of drones, the discussion will continue. على كل الأحوال، في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا برزت اتهامات من قبل كييف لموسكو باستخدام مسيرات إيرانية، لكن في الأشهر الأخيرة أوكرانيا أعلنت رسميا عن قصف روسي على مدنها بمسيرات من صناعة طهران. فكيف بدأ الاتهام وكيف تتطور؟ لنتابع محطاته. مع مرور أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، دخلت إيران على خط الأزمة عبر تزويد موسكو بمسيرات رخيصة الثمن غير مؤثرة لكنها مزعجة بحسب خبراء أوكرانيا العسكريين. فمع بداية سبتمبر كشف مسؤولون أمريكيون أن روسيا تسلمت طائرات إيران المسيرة من طراز مهاجر 6 وشاهد 129 وشاهد 191 في شهر أغسطس وفقا لواشنطن. وفعلا بعد أيام قليلة نشرت مديرية الاتصالات الاستراتيجية التابعة للجيش الأوكراني صورا لحطام طائرة مسيرة إيرانية قال الجيش إنه أسقطها بالقرب من كوبيانسك. وفي سبتمبر أيضا أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا هاجمت مجددا مدينة أوديسا الساحلية جنوب البلاد بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، ما دفع كييف لتقليص الحضور الدبلوماسي الإيراني. من جهتها ومع بداية أكتوبر نفت الخارجية الإيرانية استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا إلى العاشر من أكتوبر، حيث اتهم الرئيس الأوكراني روسيا باستخدام المسيرات الإيرانية لاستهداف لفيف ودنيبرو وزابوروجيا وسومي وخاركيف ومدن أوكرانية أخرى. بعدها بثلاثة أيام أعلن حاكم منطقة كييف أن موقعاً في العاصمة تعرض لضربات جوية، متهماً روسيا باستخدام تلك المسيرات الإيرانية لتنفيذ تلك الضربات. وفي 16 من أكتوبر وعلى وقع زيادة الهجمات الروسية على أوكرانيا، نفت إيران تزويد موسكو بالمسيرات مؤكدة أن اتهامها بذلك له أطماع سياسية.
وفي ظل الأزمة الأوكرانية والاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي تشهدها إيران، ما هي محطات فرض العقوبات الأوروبية على طهران؟ على خلفية الغزو الروسي على أوكرانيا وقمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ أسابيع في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، تتجه دول أوروبية نحو فرض عقوبات جديدة على طهران. ردود الفعل الدولية على قمع المتظاهرات لا تزال تتوالى. في 29 من سبتمبر طالبت وزيرة الخارجية الألمانية بعقوبة أوروبية على طهران بعد بضعة أيام. قال الاتحاد الأوروبي إنه ينظر في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمع الاحتجاجات، وذلك بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة. الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني. وبشأن الحرب الروسية، قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وقد يتوصلون إلى اتفاق سياسي بشأن عقوبات مستقبلية تتعلق بالأمر. في 17 من أكتوبر فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على نحو 15 إيرانيا شاركوا في قمع المتظاهرين في طهران. وفي اليوم ذاته أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا. إذن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، نضع المزيد من المعلومات والآراء والتحليلات حوله. هذا من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر، وهو مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات. أهلا وسهلا بك دكتور. من طهران السيد مجتبى فردوسي بور الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا وسهلا بكما معنا في دائرة الشرق. أبدأ أولا اليوم معك دكتور رمضان، عندما يقول جوزيف بوريل بأنهم يبحثون عن دليل ملموس لتورط طهران في الحرب، بمعنى أنه بالفعل روسيا استعملت مسيرات أو طيارات مسيرة في لضرب المدن الأوكرانية وتحديدا في الهجوم الأخير عليها، هل هذا يعني بأنه حتى الآن ترى أوروبا بأن طهران بريئة من هذا الاتهام الذي توجهه كييف، أم العكس؟ كيف نفهمه؟ مساء الخير أستاذة زينة لك ولضيوفك ولضيفك وللمشاهدين. قمة النفاق الأوروبي يستخدمه جوزيف بوريل اليوم عندما يريد ربط أي نية لمعاقبة إيران بأدلة على وجود أسلحة إيرانية لدى روسيا، علم أن أوروبا قامت بفرض عقوبات على دول أخرى بمجرد فقط بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان. يتجاهل جوزيف بوريل آلاف الإيرانيين في الشوارع وقتل خارج القانون وتعذيب للنساء والأطفال، ويذهب إلى البحث عن أدلة لإدانة إيران بتزويد روسيا الدولة النووية بأسلحة، وإن كان ذلك صحيحا أم لا كيف سوف تثبت. أعتقد أن جوزيف بوريل هو في مكان أسوأ مما يكون عليه قبل الحرب الأوكرانية، لأنه هو صاحب المبادرة الأخيرة لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي الإيراني طمعا في الصفقات الأوروبية التي وعدتها بها إيران، متجاهلا الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، متجاهلا التصرفات العبثية الإيرانية اللي زعزعت استقرار المنطقة، متجاهلا كثيرا المصالح الأوروبية التي تضررت كثيرا جراء الميليشيات التي تتبع إيران في عدد من المناطق. أيوة، هنا اليوم في عقوبات على بعض، نعم هناك عقوبات أصلا على بعض الأشخاص حتى في شرطة الأخلاق الإيرانية، ويقولون لك الإيرانيون يعني ما دخلكم، هذا شأن داخلي بحت، ما دخل دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ولا واشنطن بأن تفرض عقوبات على فرع من أفرع الأمن أو الشرطة أو الداخلية الإيرانية. عندما كان يذهب جواد ظريف عدة مرات سنويا إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي وينادي بفرض عقوبات على السعودية متهما إياها بتحجيم بعض الحريات لبعض سكان المناطق الشرقية في السعودية، هذا كان لم يكن دورا منوطا بالولايات بالاتحاد الأوروبي ولكنه كان مطلبا إيرانيا. هذه إيران تلعب على التناقضات، واليوم أوروبا تقفز فوق قيمها عندما تتجاهل أو على يعني للأسف ردود الفعل الأوروبية الرسمية لا تتماشى
ولا تتسوق مع الغضب الشعبي والمجتمع المدني الأوروبي غاضب جدا مما يحدث في إيران. نعم في إيران هناك انتهاكات علنية، هناك قتل، هناك سحل، هناك حرق سجون، ولكن حتى الآن الموقف الرسمي الأوروبي ضعيف جدا، ولا يمكن مقارنة فرض بعض العقوبات على ضباط شرطة إيرانيين في الأساس ليس لديهم حسابات بنكية في أوروبا وليس لديهم أي ممتلكات خارج إيران يمكن وضع تنفيذ حزم عقوبات ضدها. أعتقد أن هناك نفاق متعمد تديره الإدارة الأمريكية لأنها تريد إطالة عمر هذا النظام الإيراني. أعتقد أن الإدارة الأمريكية والغرب لا زالوا يحتاجون هذا النظام ليعويث سنوات من العبث في أمن المنطقة خدمة للأجندة الأمريكية ليس الغربية. أوروبا طيب اليوم هي ضحية ما يحدث في أوكرانيا، وهي ليست بالقوة التي عهدناها في تأديب بعض الدول المارقة مثل إيران. ما رأيك سيد مجتبى فردوسي بور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيفك الكرام ولمشاهديكم الكرام. أعتقد أنه الكلام دكتور رمضان ليس صحيحا، أن هنالك في إيران قوانين ودساتير وأن تسمح للشعب الإيراني أن يكون هنالك اعتراضات سلمية داخل شوارع إيران مقابل الحكومة ومقابل سياسات الحكومة الإيرانية، ولن يكون صحيح. وليس الاحتجاجات وأضرار أن تعطي أضرار للمصالح والمنافع الشعب الإيراني داخل شوارع أو أضرار ضد المؤسسات الحكومية، هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا في أي حكومة في أي دولة. اليوم نرى هذا الموضوع في كثير من البلدان العربية، ونرى هذا الموضوع الاحتجاجات في كثير من البلدان الأوروبية، خاصة نحن بأيام موسم الشتوي في أوروبا هنالك احتجاجات لشركات بترولية، لشركات تكرير البترولية، هنالك إضرابات لدى شركاء سيد مجتبى. العمال لو سمحت لي، أنا لا أريد أن أقاطع أفكارك، ولكن الأوروبي. معلش لا بأس، يعني اليوم فرق بين الاحتجاج أعتقد هذه على غلاء الأسعار سياسة ازدواجية المعايير. طيب الفرق بين، خلينا ما نقارن لو سمحت احتراما يعني لمن يسمعنا وللمنطق على الأقل. يعني اليوم في أوروبا يتظاهرون احتجاج على غلاء الأسعار، على رفع، يريدون رفع الرواتب. موضوع في طهران مختلف تماما، هناك سيدة، هناك صبية قتلت أثناء احتجازها، هذا دفع بالكثير من الفتيات، من السيدات، من الشباب إلى الشوارع الإيرانية. أيضا هذا الصدى، هذا الصوت كان له صدى في الشوارع الأوروبية، في أمريكا. موضوع مختلف. خليني أرجع معك يبحث يعني موضوع عن الحرية وعن كرامة وعن أشياء أخرى. خليني أعود لك عن المسيرات هنا سيد مجتبى. أوكرانيا منذ اليوم الأول تقول لك أنا أرى مسيرات إيرانية الصنع في تستعملها روسيا. إيران تقول لك أنا لا أشارك في هذه الحرب ولا أخذ طرف لا مع هذا ولا مع ذاك. هل تعتبر اليوم إيران بأنها يمكن فعلا ألا تبيع أو تساعد أو تشارك روسيا عسكريا في هذه الحرب؟ روسيا حليف بين إيران وروسيا، معاهدات استراتيجية طويلة الأمد، وفي بينهم تعاون عسكري في سوريا وفي أماكن أخرى في العالم. كيف يمكن اليوم أن توضح لنا هذا الموقف عسكريا سياسيا من العلاقة مع روسيا من موضوع المسيرات لو سمحت؟ أولا أعتقد بموضوع ما قلته وأشرت إليها بموضوع مهسا أميني، هنالك تقارير من طرف المنظمة الحرب النفسية الإيرانية، وهذه التقارير لن تؤيد أن يكون هذا الموضوع وفاة مهسا أميني أن يكون قتل بيد القوى الأمنية الإيرانية. تقارير طبية تستند على هذا الموضوع وتؤيد أن لا يكون قتلت أثناء احتجازها، أو لأترك الاحتجاجات التي تدل عليها القارب لن يكون صحيحا أبدا. طيب أما بخصوص الموضوع المسيرات، لا موضوع الحقوق الإنسان تؤخذ موضوع حقوق الإنسان في إيران تؤخذ بعين الاعتبار لازدواجية المعايير لدى الغربيين. ضروري أن تستفيد من هذا الموضوع، يعني موضوع حقوق الإنسان أن تعاد
كل عقوبات الاقتصادية وحصار الاقتصادي من ملف الاتفاق النووي إلى ملف حقوق الإنسانية. إذا وصلوا إلى توقيع في الاتفاقية النووية أن يكون هنالك كل عقوبات حية، وأن يكون ضد الشعب الإيراني لا زال يكون مستفادة من طرف الدول الغربية في هذا الموضوع، وتقير المسار من الاتفاق النووي إلى ملف حقوق الإنسان. أما بخصوص المسيرات، هنالك اتفاق نووي. إذا ننظر على الاتفاق النووي، هنالك بند خاص في الاتفاق النووي أن تسمح لإيران في بند خاص في هذا الاتفاقية أن يكون لدى إيران صلاحية في موضوع بيع وشراء الأسلحة، أن تدخل الأسواق التجارية في موضوع الانتاجات الأسلحة في إيران ما بعد سبتمبر 2020. ونحن مضينا قدما للأمان سنتين من هذا الموضوع، ولدى إيران صلاحية من هذه الاتفاقية الموجودة وموقع عليه دول 5+1. هذا أولا. ثانيا، الشراكة الاستراتيجية ما بين إيران وروسيا ليس حصلت في آونة الأخيرة، هذا موضوع حصيلة في كثير من الأيام، وهنالك مدة زمنية مطولة في موضوع الشراكة الاستراتيجية ما بين إيران وروسيا، وهنالك إيران تستفيد من الخدمات التقنية من طرف روسيا لأنه إيران محاصر. تعلمين أنه إيران محاصر، وتعاقب إيران في موضوع الاقتصاد وخاصة في موضوع الهايتك. إيران تستفيد من التقنية الصينية، إيران تستفيد من التقنية الروسية ولديها حق في هذا الموضوع. إيران استفادت في موضوع الهايتك، في موضوع الأقمار الاصطناعية من التقنية الموجودة لدى الروسيين. هنالك شراكة استراتيجية ما بين إيران وروسيا، وإيران تعاطي وتعامل مع روسيا في كثير من المجالات التجارية وخاصة موضوع الأسلحة. لن يكون صحيح أنه إذا إيران وصلت إلى أسواق التجارية في موضوع الأسلحة أن تبيع هذا السلاح أن يكون هنالك استفادة غير شرعية لدى الآخرين، أن يكون حق لدى الآخرين أن تعاقب إيران بأنه إيران يتدخل في موضوع الحرب الأوكرانية الروسية. هذا ليس صحيحا. أعتقد بأن إيران من البداية كانت وساطة ونصحت هذا الموضوع في كثير من الأحيان في كثير من المحطات أن يكون وسيط لدى روسيا وأوكرانيا، أن تقارب وجهات النظر روسية وأوكرانيا، خاصة بوتين مع زيلينسكي. يعني سيد مشتبي أنت تقول لي وأن تحل الأزمة الموجودة في أوكرانيا. يعني هو من الواضح اليوم أن الأوكرانيين لا يمكن أن يروح طرفا محايدا بطبيعة الحال، ولن تنجح مثل هذه الوساطات. يعني أنت سيد مشتبي تقول بأنه هو يعني من حق إيران اليوم أن تبيع هذه تجارة، بيع الأسلحة والتجارة وغيرها، وهي غير مسؤولة عن ماذا يفعل بهذه الأسلحة من قبل الشخص الذي أو الجهة أو الدولة التي تأخذها. دكتور رمضان، في منطق بالحديث، ما رأيك؟ أختي، هذا المنطق يجيب على نفسه. طالما موضوع البيع وشراء السلاح في حرب المفروضة العراقية الإيرانية خلال 8 سنوات. دكتور رمضان، طالما يقول الضيف أن لإيران الحق بيع وتسويق المنتجات والأسلحة، فلماذا ينكر النظام الإيراني بيعه أو إيصال أسلحة إيرانية، طائرات كاميكازي، طائرات بدون طيار، والتي بالفعل تم استخدامها في شرق أوكرانيا من قبل القوات الروسية؟ أعتقد أن نفي إيران لا يتوافق مع حقوقها في بيع هذه المنتجات سواء عسكرية أو غيرها. أعتقد أن الضيف غير ملم بسياسة التقية التي تمارسها النظام الإيراني، وخاصة مع الأوروبيين. النظام استطاع خديعة الغرب لسنوات طويلة، واستطاع خديعة نظام الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذي كان يثق في بدايات الاتفاق مع الاتفاق النووي الإيراني مع الروايات الإيرانية. ولكن بعد سنوات وسنوات من الالتحام المباشر مع المفاوضين الإيرانيين، ثبت عدم ثقة الأوروبيين مؤخرا في الطرف الإيراني لترويج عدد كبير من الأكاذيب، وخاصة فيما يتعلق بالمبادرة الأوروبية الأخيرة لعودة إيران إلى الاتفاق النووي، عندما كان المفاوض الإيراني في كل مرة يعود بشروط جديدة
وينقد ما يتفق عليه. أعتقد أن الثقة هذه كانت تريد أن تعززها أوروبا أكثر من إيران، ولكن إيران استخدمت حاجة الأوروبيين لإنجاز هذا الاتفاق لتمرير كثيرا من الأكاذيب التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين. واليوم إيران تعاني من انتفاضة داخل إيران، هذه الانتفاضة لاقت صدى دولي في على الصعيد الشعبي، على الصعيد الجماهيري، على الصعيد الحقوقي بشكل كبير، ويبدو أننا في الأيام القادمة سوف تكون إجراءات وعقوبات أشد من التي تحدث طيب. عنها بوريل. بوريل يريد أن يخدم إيران عندما يتحدث عن تخفيف عقوبات دكتور رمضان، خليني أفهم بس الفكرة اللي عم تنطلق منها، يعني كررتها كذا مرة بأن بوريل يحاول أن يخدم الأوروبيين، بأنه ينافق مع الأوروبيين، بأن أوروبا حاجة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي، كل هذا نتحدث عن النفط، يعني عن مصالح تجارية ومصالح نفطية. أوروبا تطمع بصفقات عملاقة مع إيران التي لديها مخزون هائل من النفط والغاز، وخاصة في ظروف الحرب الحالية في حاجة إيران، في هناك احتياج أوروبي لتعويض إمدادات الغاز والنفط الأوروبيين من السوق الشرق الأوسط من ضمنها الطرف الإيراني. ولكن أوروبا ذات مصلحة مباشرة في إنجاز الاتفاق النووي أو عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لرفع العقوبات عن إيران لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية. اليوم أوروبا تصطدم بواقعين لا يسمحان لأوروبا للاستمرار قدما بمحاولة إنقاذ إيران. طيب هذا عاجل الآن يخدمنا حقيقة في هذا النقاش. الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول هجوم جديد بمسيرات على كييف تم إسقاط بعضها، يعني عندما نقول طبعا الهجوم هو الهدف الأساسي، ولكن عندما يقول تم إسقاط بعضها، اسمحي لي استاذة زينة، هذا ما كان يبحث دليل كان وليل. يبحث قبل ساعات جوزيف بوريل كان يبحث عن أدلة عن استخدام عن وصول أسلحة او طائرات مسيرة إيرانية. هنا من رئيس جمهورية أوكرانيا دليل قاطع لحلفائه الأوروبيين بأن هناك أسلحة طائرات مسيرة إيرانية تم استعمالها، ماذا سوف يكون رد الفعل الأوروبي؟ أعتقد أن جوزيف بوريل والمؤسسة الأوروبية مضطرة لاتخاذ قرارات صلبة لمعاقبة النظام الإيراني أكثر بكثير من وضع مثلا بعض الأسماء على قوائم المنع. مثلا ما هي القرارات التي فعلا اليوم سوف يكون لها تأثير على الجانب الإيراني وتستطيع أوروبا أن تأخذها؟ يمكن تفعيل كل أنواع العقوبات الاقتصادية ومنع الشركات المتوسطة التي سمح لها بالاستثمار في إيران أثناء العقوبات، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما قام الاتحاد الأوروبي بإيجاد صيغة المقايضة بين إيران وأوروبا، استمرار العلاقات الاقتصادية وخاصة بين هولندا والنمسا وألمانيا مع إيران، أعتقد أنها أصبحت في خطر. وهناك أيضا عقوبات سياسية، إذا ما توجهت شكوى أوكرانية مدعومة أوروبيا إلى مجلس الأمن ضد إيران بتدخل العسكري ضد ممكن التصويت طيب. ضد إيران، إيران لا تحتمل مزيدا من العقوبات، وخاصة في الوقت الحالي. إذا هي الدولة المارقة، وإيران إذا خسرت أوروبا ستكون خسرت أكبر حليف كان يدافع عن عودة الولايات المتحدة دعني الإيرانية أسأل السيد الأمريكية للاتفاق مشتبه النووي. في الدقيقة المتبقية أيضا أحفظ لك حق الرد طبعا، وأسألك بشكل محدد سيد مشتبه، هل تعتقد فعلا اليوم بأن أوروبا قادرة على أخذ هذه القرارات أو هذه العقوبات العالية التي يتحدث أو الحادة التي يتحدث عنها الدكتور رمضان؟ لا أعتقد بأن الدكتور رمضان بدأ يقرأ الملف العقوبات من جديد وينظر على تاريخ ما مضى عليه 4 عقود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. موضوع العقوبات الاقتصادية وموضوع الحصار الاقتصادي ليس ملفا جديدا وليس موضوعا جديدا، وأعتقد هذا أصبحت كالمعتاد لدى غربيين وخاصة الولايات المتحدة. أكثر وأعظم العقوبات حصلت من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وليس الاتحاد الأوروبي. بدأت تنظر على الموضوع بأنه هذا أصبحت كالمعتاد وتستفيد منه كسلاح أمام الشعب الإيراني وليس الحكومة الإيرانية، لأنه في كثير من الأحيان في الأمراض السرطانية، في أمراض الخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها مشكلة في موضوع استيراد الأدوية المستفادة في هذا الموضوع لدى مستشفيات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الأضرار تحصل على الشعب الإيراني، وهذا تعطي العكسية لدى شعور العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع العقوبات. لن يكون هذا الموضوع صحيح، وليس لديها الأوروبيين
لديها صلاحية في هذا الموضوع، لأنه تلعب بالموضوع العقوبات كسلاح سياسي نعم. والأمن ضد نعم. الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه رأينا في كثير من الأحيان في كثير من المحطات أنه سياسات غالبة لدى الغربيين، هنالك مؤامرة لإسقاط النظام حصلت في هذا الموضوع. نحن مضينا قدما للأمام في مفاوضات المشتركة مع الأوروبيين خلال 12 سنة من مفاوضات المخالفة الاختلافية الموجودة بين إيران في كثير من الملفات، ولكن وصلنا على الملفات التفاهم بين إيران وبين الاتحاد الأوروبي. لمصلحة الاتحاد الأوروبي أن تحصل التوافق، أن تحصل التفاهم ما بين الدول الأوروبية وما بين إيران، لأن إيران كانت من البداية من دول أكثر تعاون وتعامل. طيب تسمح لي بس خلص لأنه الوقت إذا في مجال. شكرا لك، شكرا شكرا شكرا. السيد مجتبى فردوسي بور الدبلوماسي الإيراني السابق حدثنا من طهران. من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات، شكرا لكم. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج دائرة الشرق معي أنا زينة يازجي.